وأوضح الإخبارية سامي الحسين نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم المنشآت بأن التجارة الإلكترونية هي المستقبل، وميزة التجارة الإلكترونية البدء فيها لا يحتاج إلى أي شيء. حقيقة أنا سعيد بأنها هي سلسلة يبدو بدأت الآن بالتجارة الإلكترونية والأسبوع القادم عن إنترنت الأشياء. حنا نعيش مرحلة التحول الرقمي الذي سيؤثر على كل شيء. من المعايير القوية اللي لها تأثير هي قضية المبيعات وسوق التجزئة. التجارة الإلكترونية هي المستقبل. تقريبا الآن 20% من العالم من التجارة هي عبارة عن تجارة إلكترونية. ميزة التجارة الإلكترونية أن البدء فيها لا يحتاج إلى أي شيء. المنتج الذي لديك هو يلغي جميع القنوات الوسيطة من الوصول للمنتج إلى العميل، وأن تتحول من اليوم الأول متجرك الموجود في الرياض إلى متجر عالمي ينافس المتاجر العالمية. فهو توجه كبير، سعيدين حقيقة بتبنيه من هيئة الاتصالات.